السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على الشخصية المزاجية. ازاي تعرف ان شخصيتك مزاجية او شخصية اللي حواليك او شخصية ابنائك؟ هنتكلم على انواع من الشخصيات المختلفة. هنبدأ النهاردة بالشخصية المزاجية. الشخصية المزاجية دوت بيكون يعني بصفة عامة كده، بس احنا هنقول دلوقتي صفاته. بيكون شخص كده مزاجي، يعني شوية كده وموده مش ثابت. فهنتكلم على صفات الشخصية المزاجية واقول ده شخص مزاجي. اول حاجة هنلاقيه ان هو بيلوم الاخرين كتير جدا، عنده حساسية مفرطة، ممكن يعني من ابسط الحاجات بيحس انها تقليل منه او تقصير في حقه. بيتصرف حسب مشاعره، يعني بيحب إنسان بيبين له، بيكره إنسان بيبان عليه. بس عيبه إن هو بيتغير مشاعره في فجأة، وممكن نتيجة تهيؤات، يعني ممكن يكون تهيأ له إن الشخص اللي قدامه ده ممكن يكون عمل فيه حاجة فيتغير 180 درجة. بيهتم بالمشاعر، بيركز جدا أنت بتحبني ولا بتكرهني. بيبالغ في رد فعله، وطالما بيبالغ في رد فعله فهو بيبالغ في يعني انا ببالغ، بدي حب كتير قوي قوي قوي، وبرضو ببالغ في ان انا لو زعلت بزعل قوي قوي قوي. بيفرض اسلوبه. وشكرا وكل عام وانتم بخير.